يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أسر به ليلي وأضمي جوارحي أسبل بفيض دموعها جفاني أمزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأضغان أنا الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني
ولا أكسون عيوب نفسي بالتقى ولا أقبضن عن الفجور عناني ولا أمنعن النفس عن شهواتها ولا أجعلن الزهد من أعواني ولا أتلون حروف وحيك في الدجى ولا أحرقن بنوره شيطاني أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان ندى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي انصتوني واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهديان فليأتي منه بصورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهية وليكن رب البرية وليقل سبحان فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهوان أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان هو
وحكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فيه يصول العالم الرباني. قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان. وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان.